أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مرحبا بكم في أولى محاضرات مادة بحوث عقائدية أكاديمية. في البدء أود أن أتكلم عن طبيعة هذه المحاضرات وعن هذه البحوث حتى تكون عندكم أو تكون لديكم فكرة وافية عن الموضوع. هذه سلسلة من المحاضرات، سلسلة من البحوث مستوحاة من محاضرات سماحة السيد الصرخي دام ظله الشريف من بحث التيمية وبحث المعرقة، وقفات مع التوحيد التيمي، توحيد التيمية الجسم الأسطوري، وبحث الدولة المارقة في عصر الظهور منذ عهد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. في هذه المواد أو في هذه البحوث ستكون هناك فائدتان. الفائدة الأولى هي أننا سنركز فقط على خلاصة ما يطرحه سماحة السيد الصرخي، يعني بدون تفريعات، بدون تفصيلات أخرى، نركز على أهم الأمور التي ذكرها سماحة السيد الصرخي، أو هناك أمور يعني سماحته نوه عنها تنويها أو ذكرها بشكل يعني عام في كل المحاضرات، هذه ربما تغيب عن بال القارئين. نحن سنركز على هذه الموضوعات. الفائدة الأخرى من هذه البحوث أن كل البحوث التي ستلقى عليكم إن شاء الله هي قد كتبت بطريقة أكاديمية، طريقة أكاديمية يعني تستطيعون أن تقولوا هذه البحوث هي تطبيق لمادة منهج البحث العلمي. أنتم يعني الأستاذ الخيفاوي وفق الله يعطيكم مادة البحث الأكاديمي، هذه أيضا تطبيق لتلك المادة. كل البحوث كتبت بحسب مواصفات علمية أكاديمية، فإن شاء الله تكون الفائدة مضاعفة لكم في هذه البحوث. العنوان البحث الذي سألقيه عليكم هو كما موضح أمامكم: المنهاج التكفيري التيمي المناوي لمنهاج الصحابة، بحث عقائدي من فكر السيد الصرخي. لاحظوا يعني من المفترض أن يكون العنوان واضحا وكاشفا عن مضمون البحث بدرجة معينة، فكان بهذه الصياغة: المنهاج التكفيري التيمي المناوي لمنهاج الصحابة. هناك قضية رئيسة مهمة سماحته أكد عليها عدة مرات في أكثر من مناسبة، يعني سواء في بحث التيمية أو في بحث المختار أو في بحث المارقة، أن الخط التيمي، الخط الداعشي، الخط المارق، الخط الأموي هو لا يمثل خط الصحابة وأمهات المؤمنين. أكثر من قضية هو ذكر هذا الشيء، وذكر أيضا تطبيقات روائية على كلامه. ونحن الآن المنهج الذي من المفترض أنه نتبعه هو المنهج المقارن لكل بحث حسب طبيعته. هذا البحث أنه نتبع منهج معين يتسم أو يتوافق مع طبيعة البحث. فبما أن البحث هو مقارنة بين خط الصحابة وخط التيمية، إذن المنهج المقارن أو المنهج المقارن هو الذي سنتبعه. البحث يتكون من مقدمة وأربعة مباحث وخاتمة. تعرفون طبيعة البحث العلمي، لابد يعني صورة البحث العلمي لابد أن تكون بنسق واحد. يعني إذا كان عندنا
في المبحث الأول نقطتين، لا بد أن يكون أيضا في المبحث الثاني نقطتين، وفي المبحث الثالث والرابع كذلك. إذا كان ثلاث نقاط أيضا يعني نفرع بقية المباحث بحسب تفريع المبحث الأول. المبحث الأول هو تحت عنوان زيارة القبور، سنقارن بين منهج التيمية وبين منهج الصحابة في موضوعة زيارة القبور. نأتي إلى النقطة الأولى. أولاً، تحريم التيمية لزيارة القبور. نذكر هذا النص لشيوخ التيمية. ذكر ابن تيمية رفض أئمته لزيارة القبور، قالوا، هذا نص الكلام، ولأن السفر إلى زيارة القبور أو إلى زيارة قبور الأنبياء والصالحين بدعة لم يفعلها أحد من الصحابة والتابعين، ولا أمر بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولا استحب ذلك أحد من أئمة المسلمين، فمن اعتقد ذلك عبادة وفعلها فهو مخالف للسنة والإجماع الأئمة. هذا نص من ابن تيمية الفتاوى الكبرى. أنا وضعت الهامش والمصدر موضوع في الهامش. إذن التيمية هل يعتقدون بجواز زيارة القبور؟ حسب هذا الكلام لا يعتقدون بجواز زيارة القبور، يحرمون زيارة القبور. نأتي الآن، يعني نحن في هذه المحاضرة نحاول أن نركز على قضية، هل آراء التيمية لها مشروعية وانتماء؟ يعني المشروعية من الصحابة، من السنة النبوية الشريفة، وهل لها انتماء إلى خط الصحابة ولا خط النبي وأهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين؟ يعني نبحث عن المشروعية والانتماء. إذا سلبنا عنهم المشروعية والانتماء، بالتالي سنستطيع أن نميز بين خطهم وبين خط الصحابة، فتنتفي المشروعية عندهم. النقطة الأولى قلنا هي تحريم التيمية لزيارة القبور. النقطة الثانية النقد أو النقد عليهم، مخالفة التيمية للصحابة في زيارة القبور. نحن نقول لهم أنتم تخالفون الصحابة، وهذا دليلنا. لاحظوا، روى الإمام مسلم عن مرثد عن عقبة ابن عامر قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على قتلى أحد، ثم صعد المنبر كالمودع للأحياء والأموات. هذه عبارة كالمودع للأحياء والأموات، يعني آخر حياة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. فقال: إني فرطكم على الحوض. وآخر كلامه صلى الله عليه وسلم قال عقبة: فكانت آخر ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على المنبر. يعني محل الشاهد من هذه الرواية أنه صلى على قتلى أحد في آخر عهد المسلمين والصحابة له. كان يصلي رسول الله صلى الله عليه وسلم على قتلى أحد، كان يزور القبور في آخر حياته. بطبيعة الحال، هل يعني كان رسول الله بمعية الصحابة، هل صلى وحده أم الصحابة أيضا صلوا؟ يعني التنبية هكذا يقولون، نحن نسلك مسلك الصحابة، ننتهج منهج الصحابة. فهل الصحابة تركوا رسول الله وحده يصلي أم استنوا بسنته صلى الله عليه وآله وسلم؟ هذه الرواية الأولى. أيضا ذكر الإمام مسلم عن أبي هريرة قال: زار النبي صلى الله عليه وآله وسلم قبر أمه فبكى وأبكى من حوله. كما ذكرت لكم، من الذين حوله؟ الصحابة رضي الله عنهم، صحابته. ماذا يفعل؟ هم يفعلون مثله. فبكى وأبكى من حوله، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: استأذنت ربي في أن أستغفر لها فلم يؤذن لي. طبعا هذه الرواية قلنا مع يعني أو كما ذكر سماحة السيد الصرخي، هذا مع التنزل معهم. فلم يؤذن لي، واستأذنته في أن أزور قبرها فأذن لي فزور القبور، فإنها تذكر
الموت. إذن رسول الله هنا أيضا، طبعا الرواية من صحيح مسلم، الرواية الأولى كتاب الفضائل، والثانية أيضا من صحيح مسلم كتاب الجنائز، روايتين تؤكد أن الصحابة، لا نقول يعني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، الصحابة أنفسهم كانوا يزورون القبور ويبكون في القبور، فمن أين جاء تحريم التنمية لزيارة القبور، ومن أين جاءت لهم الفتية، مشروعية الفتية بهذا التحريم وتكفير وقتل وإباحة دماء المسلمين من السنة والشيعة ممن يزور قبور الأولياء والصالحين من المتصوفة. طبعا المتصوفة والأشاعرة المتكلمين، أمور المتكلمين هم ليسوا من الشيعة، يعني المعتزلة والأشاعرة ليسوا من الشيعة، المتصوفة ليسوا من الشيعة، أيضا حكموا أو حكم التيمية بتكفير هؤلاء. يعني لا نعلم هل يريد ابن تيمية أو التيمية عموما أن يكفروا رسول الله صلى الله عليه وسلم ويكفروا الصحابة؟ إذا كان المتصوفة يعني بحكم الدواعش التيمية هم من أهل الإشراك، هم قبورية، فهل كان رسول الله قبوريا وصحابته كذلك؟ هذا يبين لنا انحراف المنهج التيمي عن منهج الصحابة. المبحث الثاني كما واضح أمامكم هو التوسل بقبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أيضا فيه نقطتين. النقطة الأولى، التيمية يحرمون التوسل بقبر النبي، تحريم واضح عندهم. طبعا موضوعة التوسل شيء وموضوعة زيارة القبور شيء آخر. في مركز الفتوى، هذا من مواقع التيمية، الفتوى 129,945 بعنوان الدعاء الوارد في قضاء الحاجة، هل هو مشروع بعد موت النبي؟ سؤال موجه إليهم، هل هو مشروع بعد موت النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو هو خاص بحياته؟ لاحظوا يعني من السؤال يبدو هكذا، يعني السائل يصرح أنه يوجد دعاء في حياة النبي بقضاء الحوادث، هذا الدعاء هو توسل برسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو يسأل هذا الدعاء توسل بالنبي صلى الله عليه وسلم يعني في حياته، هل كانت المشروعية في الحياة فقط أم حتى بعد وفاته؟ وهل المذاهب الأربعة متفقة على هذا الكلام؟ طبعا الإجابة طويلة في مركز الفتوى، الأخوة المطلعين على طريقة إجابتهم حتى يدلسوا على السائل فيدخلون في تفريعات وتفريعات وآراء ولا تخرج بنتيجة، لكن الذي يلتفت إلى الأجوبة بدقة يستطيع أن يصل إلى النتيجة. لاحظوا يعني أنا سأقرأ النتيجة، وحاصل مذاهب العلماء في التوسل بذاته وحقه وجاهه صلى الله عليه وآله وسلم ثلاث آراء في التوسل بقبر النبي. فالمنع مطلقا مباشرة بأي شيء بدأ بالمنع وترك الرأيين الآخرين في الأخير. فالمنع مطلقا هو اختيار شيخ الإسلام رحمه الله ونقله عن أبي حنيفة وأصحابه، يعني هو جاء برأي ابن حنيفة، هذا أيضا يعني نقول أن ابن تيمية هو غير مجتهد، ليس له رأي، يأتي بآراء علماء آخرين ويتبناها. المهم هو جاء برأي ابن حنيفة وتبنى هذا الرأي، قال في قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة ما عبارته: الصحابة يفعلونه في الاستسقاء ونحوه، التوسل به بمعنى الإقسام على الله بذاته والسؤال بذاته، فهذا هو الذي لم تكن الصحابة يفعلونه في الاستسقاء ونحوه لا في حياته ولا بعد موته، لا عند قبره ولا غير قبره، ولا يعرف هذا في شيء من الأدعية المشهورة بينهم، وإنما ينقل شيء من ذلك في أحاديث ضعيفة مرفوعة وموقوفة أو عمن ليس له حجة، ليس له حجة. وهذا هو الذي قال أبو حنيفة وأصحابه،
إنه لا يجوز ونهوا عنه، انتهى الحال. أخذ الفتيا من أبي حنيفة وتبناها. لاحظوا في بداية الإجابة ما هو القول؟ وأنه لم ينكره أحد من السلف ولا من الخلف. هو كان يتحدث عن إجماع، لم يقل به أحد ولم يدعو به أحد ولم يتوسل به أحد. في البداية ماذا قال؟ لاحظوا في الجواب أنه لم ينكره أحد من السلف ولا من الخلف، حتى جاء ابن تيمية فأنكره. زين، هنا ينقض أي شيء؟ حتى قول أبي حنيفة. يعني بالتالي، يعني هل نعلم يعني أبي حنيفة هل هو ممن أخذ منه ابن تيمية أو لا؟ هل هو سابق على ابن تيمية أو لا؟ هنا يقول لا يوجد لا من السلف ولا من الخلف من حرم التوسل، في حين ماذا يقول بعد ذلك؟ يقول هذا رأي أبي حنيفة وأخذه منه ابن تيمية. هذا رأيهم في التوسل وحرمة التوسل. الرأي النقطة الثانية، قلنا النقد والرد عليهم. ثانيا، مخالفة التيمية للصحابة في جواز التوسل بقبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. سنرى يعني ما هو دليلنا على هذه المخالفة، وأن خط التيمية هو ليس خط الصحابة. جاء في حديث عمر بن ميمون في صحيح البخاري أن عمر بن الخطاب أمر ابنه عبد الله قبل موته، الخليفة عمر في آخر أيامه وساعاته يأمر ابنه أن انطلق إلى عائشة أم المؤمنين فقل يقرأ عليك عمر السلام، ولا تقل أمير المؤمنين فإني لست اليوم للمؤمنين أميرا، في آخر لحظات حياته، فإني لست اليوم للمؤمنين أميرا، وقل يستأذن عمر بن الخطاب أن يدفن مع صاحبيه بجوار النبي وبجوار الخليفة أبي بكر، فسل واستأذن ثم دخل عليها آمنه عبد الله، فوجدها قاعدة تبكي، فقال يقرأ عليك عمر بن الخطاب السلام ويستأذن أن يدفن مع صاحبيه، فقالت كنت، هذا جواب أم المؤمنين، هذا جواب أم المؤمنين، كنت أريده لنفسي، هذا المكان أنا أعتز به لنفسي، ولأثرن به اليوم على نفسي، ما دام الخليفة وصاحب الرسول طلب هذا الشيء أنا أثره على نفسي، وما عندي مانع أنه هو الذي يدفن بدلا مني. فلما أقبل قيل، لاحظوا الرواية، فلما أقبل رجع قيل هذا عبد الله ابن عمر قد جاء يستأذن على دخول على والده، قال ارفعوني، كان مسجى الخليفة، ماذا قال لهم؟ ومجرد سمع أنه ابنه يطلب الإذن بالدخول ماذا قال؟ ارفعوني. زين، لاحظوا الحالة، هو في حالة شديدة، فأسنده رجل إليه، أسند الخليفة. زين، يعني ليس عنده طاقة للقيام، فأسنده رجل إليه، يعني أمر مهم عنده، ينتظر إجابة مهمة، فقال ما لديك؟ أعطيني النتيجة بالمباشر. قال الذي تحب يا أمير المؤمنين، يعني وافقت على أن تدفن إلى جوار النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أذنت. قال، لاحظوا لم يكتفي فقط بسماع الإجابة، ماذا قال الخليفة الثاني؟ أذنت. قال الحمد لله، ما كان من شيء أهم إلي من ذلك. لاحظوا في تلك اللحظات الأخيرة أهم شيء عنده ماذا؟ عند الخليفة عمر أنه أن يدفن بجوار النبي. نقول للتيمية، ما هذا الإلحاح والإصرار والطلب؟ خليفة يبعث إلى أم المؤمنين، وأم المؤمنين تريد أن تدفن هي، وتؤثر فيها إيثار وينتظر الإجابة،
وفي حالة شديدة هو في حالة نزع ربما، ويسندوه ويشكر الله ويحمده. وآخر شيء عنده هو ماذا؟ هو أن يكون في هذا المكان في جوار النبي صلى الله عليه وسلم. كل هذه الهمة عنده وكل هذا الإصرار وكل هذه المتابعة لأجل شيء محرم، أم يعتقد الخليفة وأم المؤمنين والصحابة أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم يشفع لهم بعد موته، وليس كما ذكر مركز الفتوى أنه لا يتوسل به بعد موته. إذن تحصل عندنا نتيجة، هذا موقف للتيمية بحرمة وعدم جواز التوسل بقبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ومن ثم الموقف النقيض لهم الناقد لهم هو موقف الصحابة، موقف الخليفة عمر، وموقف أم المؤمنين، وطبعا ابن الخليفة أيضا ذهب وكان هو الواسطة في طلب الإذن والإتيان بالموافقة. كل هؤلاء يشتركون بعمل محرم أيها التيمية. إذن ليس لديهم مشروعية في تحريم التوسل بقبر النبي، وهم لا انتماء لهم لخط الصحابة، وبالتالي يفقدون مشروعية تكفير المسلمين من السنة والشيعة ممن يتوسل بقبر النبي وقبر الأولياء والصالحين. المبحث الثالث هو السر. يعني طبعا لاحظوا هناك قضية، هذه يعني هذا الكلام أنا جئت به ليس من محاضرة واحدة، إنما عدة محاضرات، ومن المارقة ومن بحث التيمية. يعني هذا شيء مرتكز عن سماحة السيد الصرخي، هذه استراتيجية، هذا اعتقاد أن هؤلاء وبالدليل هؤلاء التيمية المارقة الدواعش يخالفون خط الصحابة، هؤلاء مناوئون لخط الصحابة وأمهات المؤمنين، فلا مشروعية لهم في كل ما يقولون من التكفير وسفك الدماء وإباحة الأعراض والأموال. فالموارد كثيرة كثيرة جدا، يعني في أي محاضرة من المحاضرات تجدون أكثر من مورد من الممكن أنه أن نثبت فيه مخالفتهم لخط الصحابة. أنا يعني اكتفيت بأربع موارد. المورد الثالث تضمنه المبحث الثالث تحت عنوان السب. النقطة الأولى إباحة السب عند التيمية، سنعرف إباحة السب عندهم وما هو موقف الصحابة من هذا. التيمية يبيحون السب إذ نراهم ينتقصون من المسلمين السنة الأشعرية. إذ قال ابن تيمية، ماذا قال؟ ماذا يصف الأشعرية؟ الأشعرية إناث. ماذا؟ وأنا تابعت يعني مؤلفات بعض مؤلفات ابن تيمية يكرر هذا أكثر من مرة ومرتين وثلاث. الأشعرية إناث إذ ورد في الفتاوى الكبرى. هذا من أين؟ من الفتاوى الكبرى. هذا حكاية عبر بها عن القرآن، والله تكلم مرة، يعني عن كلام الله عز وجل، هل هو مخلوق أو غير مخلوق؟ هذه الإشكالية إن شاء الله أحد الأساتذة اليوم أيضا يتناول قضية خلق القرآن. والله تكلم مرة ولا يتكلم بعد ذلك، ثم قالوا غير مخلوق، ومن قال مخلوق فهو كافر. لاحظوا مباشرة، من قال غير مخلوق فهو كافر. وهذا من فخوخهم يصطادون به قلوب عوام أهل السنة. يركز على أي شيء؟ على أهل السنة. هو من الذي يقول؟ الأشاعرة. الأشاعرة هل هم من خارج أهل السنة؟ هم أهل السنة الأشاعرة. يصطادون به قلوب عوام أهل السنة. هذه العبارة عبارة ابن تيمية يريد أن يقول نحن التيمية فقط أهل السنة، لا الأشاعرة ولا المتكلمين ولا المتصوف ولا المعتزلة ولا المتصوفة، نحن فقط الدواعش التيمية، نحن أهل السنة، هكذا يقول. وإنما اعتقادهم أن القرآن غير موجود لفظته الجهمية الذكور مرة والأشعرية الإناث بعشر مرات. لاحظوا هذا نص صريح من الفتاوى الكبرى. بهذه الطريقة ينتقص من متكلمين مسلمين من فلاسفة
مسلمين من مفكري المسلمين. أن يأتي ابن تيمية إلى مستويات المتكلمين سواء من الأشاعرة أو من المعتزلة أو من الإمامية، لا يقارن أصلا. ثانيا نأتي الآن إلى النقد، نرى هذا من أين يأتي بهذا الكلام، يكفر ويكفر ويقدح يسب. ثانيا هذا النقض عليهم أو الرد عليهم مخالفة التيمية للصحابة في حرمة السب، مخالفة التيمية للصحابة في حرمة السب. روى الإمام البخاري، هذا من صحيح البخاري، هذه الرواية من صحيح البخاري، ماذا قال؟ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أتي النبي صلى الله عليه وآله وسلم بسكران، سكران جاء به إلى النبي فأمر بضربه، فمنا من يضربه بيده، يعني الصحابة، ومنا من يضربه بنعله، ومنا من يضربه بثوبه. فلما انصرف، انتهى الحد، أقاموا عليه الحد، فلما انصرف قال رجل، هذا من الصحابة، لاحظوا ماذا قال، أخزاه الله، ماذا قال؟ أخزاه الله، وفي رواية أخرى أخزاه الله أو قبحه الله، ما أكثر ما يؤتى به، يعني دائما يأتون به، يعني أجلكم الله شريب للخمر، دائما يأتون به إلى النبي فيقيم عليه الحد. ما له أخزاه الله، سمعه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ماذا كانت ردة فعله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا تكونوا عون الشيطان على أخيكم. سكران، أقيم عليه الحد، وما أكثر ما يؤتى به في رواية أخرى، قال أخزاه الله، واحد من الصحابة، واحد من الصحابة، فقط واحد من الصحابة قال أخزاه الله. ماذا كان جواب النبي؟ لا تكونوا عون الشيطان على أخيكم. قال هذا حديث صحيح، أين التيمية يأتون بتكفير المسلمين وبالانتقاص منهم؟ يجعلون المتصوف والأشاعرة والمعتزلة والإمامية، هذا ابن تيمية في مؤلفاته يجعلهم في رده مع الزنادقة، حينما يرد على الزنادقة والرد على الجهمية والروافض أو الرافضة، هكذا يريد أن يوحي للآخرين بأن هؤلاء المتصوفة والأشاعرة والجهمية والمعتزلة والروافض هم بمنزلة الزنادقة، حتى في عناوين كتبه هو يوحي بهذا الشيء. المبحث الأخير، المبحث الرابع، هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. النقطة الأولى يعني التي تبين رأي التيمية، أولاً تعطيل التيمية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هم معطلة، لماذا يعطلون؟ يعني أنا أسأل سؤال الآن، لماذا التيمية يعطل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في رأيكم؟ يعني حتى أحسنت، حتى يبيح التكفير والتقتيل، هو لا يأمر بالمعروف مباشرة، ماذا يأتي؟ هو أولا فاقد المشروعية، فاقد الدليل، وفاقد إمكانية الحوار والتأثير بالآخر، هو ضعيف من هذا، مسلوب من هذه الناحية، فماذا يفعل مباشرة؟ يعطل الأمر بالمعروف حتى يعطي لنفسه مشروعية في التكفير. لاحظوا، قال السقاف، هذا الكلام من مؤسس الدرر السنية أو السنية، هذا أيضا موقع للتيمية، قال السقاف: إن عمرو ابن عبيد وواصل ابن عطاء أخضعهم علماء السلف لمنهج الهجر. لاحظوا من أخضعهم؟ علماء السلف، سنعرف من هؤلاء علماء السلف. لأي شيء أخضعوا هؤلاء؟ لمنهج الهجر، هجروهم، والتحقير والإهانة، منهج هجر وتحقير وإهانة، ولم يجادلوهم، فقد جادلهم السلف، فقد جادل السلف أسلافهم القدرية،
لماذا تركوهم لمنهج الهجر؟ لماذا أخضعوهم هؤلاء الجهمية؟ لأن أسلافنا قد حاوروا وجادل أسلافهم. زين، فكل الأجيال التي تأتي أجيال القدرية الجهمية وغير الجهمية أسلافهم لا نحاورها. ليش؟ لأنه لاحظوا كيف يخالفون السنة الإلهية في إرسال الرسل والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. يعني أيضا يعني من باب الرد، أنا لم أثبت هذا الرد، أنه الله عز وجل كان يعني يكتفي باللطف الإلهي من أول الأنبياء فقط يعني، وينتهي الحال، لا يرسل الرسل للأجيال. هؤلاء يعني يخالفون هذه القاعدة الإلهية. جادل السلف أسلافهم القدرية وعلموا، لاحظوا ما لا أعلم من أين جاءتهم هذا العلم، وعلموا أن أتباعهم لا يفيد معهم أو لا يفيد معهم جدال. يعني الآن أنا أجادل شخص أعلم أن أجياله وأبناءه لا يفيد معهم جدال، من أين يأتيني هذا العلم؟ بالعكس، عن كل الأنبياء، سير الأنبياء أنه الآباء أو الشيوخ هم معاندين، لكن الأبناء هم الذين تقبلوا الرسالة السماوية. ولا تستقيم لهم عقيدة، يعني حكموا على الأجيال بأنها كافرة ومباحة الدم بعدما أوغلوا في هذا الانحراف. ولكن لاحظوا الاستدراك، ولكن روي أن بعض السلف جادل عمرا. الآن نقض نفسه لو ما نقض نفسه؟ في البدء ماذا قال؟ كل السلف أخضعوهم، أخضعوا هؤلاء الجهمية إلى منهج الهجر. الآن ماذا يقول؟ لكن روي أن، لاحظوا، روي أن بعض السلف، هذا البعض كم؟ هل هو 99%؟ لا نعلم. جادل عمرا في أحكام الوعد والوعيد، فقد روى ابن قتيبة قال اجتمع أبو، إلى آخر الرواية. المهم هم يعني الفكرة أنه وصلت إليكم إن شاء الله أنه يعطلون الأمر المعروف والنهي عن المنكر. نأتي إلى النقطة الثانية التي هي النقض عليهم، مخالفة التيمية للصحابة في العمل بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هل هذا موقف التيمية ينتمي إلى موقف صحابي معين؟ هل ينتمي إلى الرسول الأكرم، إلى أمهات المؤمنين، إلى أي شيء ينتمي هؤلاء في موقفهم؟ سن نعم تفضل. يعني السيد عفان هم يعطلون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يعني كيف يفسرون يعني قضية إقامة الحدود والتأجيل وما شابه ذلك؟ والرد على الكلام عن الموضوع على الشاعره وعلى الرافضه، فتحت عنوان مثلا الامر بالمعروف والنهي عن المنكر عندهم. يعني التعزير، فلنقل ان الامر بالمعروف هو مراتب. زين، التعزير ياتي بمثابه النتيجه، بمثابه الحكم على من يخالف قضيه شرعيه بالنتيجه، يأتي إلى النتيجة مباشرة. أما التدرج في الأمر بالمعروف فهو لا يؤمن به مباشرة. لأي شيء يأتي؟ إلى القتل والتكفير مباشرة، دون أي هداية، دون أي موعظة، مباشرة يأتي في النتيجة. يعني أنا الآن يعني أريد أن بدل أن أمتحنكم في مادة معينة، هل من الممكن أنه رأسا أخذ قائمة الأسماء وأعطي مباشرة صفر صفر صفر؟ هل هذا ممكن؟ لابد أن أعطيكم مادة، أعطيكم شرح وتوضيح للمادة وأحاوركم وتحاورون. هذا منهج عقلي مقبول، حتى هو أكاديمي، يعني لا يحتاج يعني إلى قضية يعني شرعية ونقلية، تأتي مؤيدة القضية الشرعية والنقلية. فهم يأتون لأي شيء؟ للنتيجة. هؤلاء الأجيال، لاحظوا، أجيال لم يخلقوا بعد، أجيال القدرية لم يخلقوا بعد، ماذا حكموا عليهم؟ بأنهم لا ينفع معهم، هؤلاء منحرفين كالأسلاف. وهم التيمية أنفسهم لم يناقشوهم، فقط أسلافهم ناقش أسلاف القدرية. فهم يأتون إلى النتائج، فالتعزيرات هي من باب النتيجة. يعني مرة يعزر، مرة يقتل، مرة يسلب الأموال. تستطيع أن تسمي كلها أمها هذا القتل والإرهاب وسفك الدماء، ماذا يسموه؟ يسميه تعزير، يسميه قصاص، إقامة حدود. بدون كل هذه مقدمات، الأمر المعروف والنهي عن المنكر. في هذا الآن حينما نذكر النقص ستتضح إن شاء الله الفكرة لديك.
روى الترمذي هذا الحديث أين؟ من الترمذي، أن أبا بكر رضي الله عنه قال: أيها الناس، إنكم تقرؤون هذه الآية وتتأولونها على غير تأويلها. ما هذه الآية؟ بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. يقول أنتم تقرؤوها وتأولوها على غير التأويل، التأويل الذي يعرفه الصحابة وأخذوه من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وإن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمه الله سبحانه بعذاب من عنده. أنتم تركتم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتأولتم هذه الآية، قلتم لا دخل لنا بأمور العامة. هذا المورد الروائي من الترمذي، هل هو موافق لرأي التيمية، أو هل رأي التيمية يتفق مع هذا المورد؟ قطعا لا يتفق معه. أين الأمر بالمعروف أيها التيمية؟ أين التدرج بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ لا يوجد مباشرة تكفير وتهجير وتقتيل من السنة والشيعة على حد من سواء. قبل أن أتي إلى أمور تتعلق بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أريد أن ألخص يعني بعبارات بسيطة هذه المحاور الأربع. لماذا نحن تحدثنا عن مخالفة التيمية لخط الصحابة، لمنهج الصحابة؟ ما هو السبب؟ لاحظوا، هناك فخ نصبه التيمية لعامة الناس من السنة والشيعة، الجميع قد انخدع به، ومرارا وتكرارا سماحة السيد السرقي نوه وحذر من الوقوع في هذا الفخ. ما هو الفخ؟ أن التيمية يقولون نحن نمثل أهل السنة. لاحظوا، نحن نمثل ماذا؟ أهل السنة، وبالتالي أهل السنة تعاملوا مع الشيعة على المنهج، يعني ممن غرر به طبعا، تعاملوا مع الشيعة على أساس هذا الشيء، على أساس المذهب والاتجاه أو الخط التيمي. بالتالي الشيعة تعاملوا مع أهل السنة باعتبارهم ينتمون إلى المذهب التكفير، المذهب التيمي. أهل السنة هم ضحية للمذهب التكفيري، لأن التيمية قد اختطفوا المذهب السني من أهل السنة ثم كفروا حتى أهل السنة وقالوا نحن نمثل السنة. سماحة السيد الصرخ الحسني أراد أن يفقد التيمية مشروعية هذا الإدعاء، مشروعية هذا الانتماء لخط الصحابة. بالتالي عندنا خط أهل البيت سلام الله عليهم، وخط الصحابة وأمهات المسلمين، والخط هذا خط المارق التيمي الداعشي الذي يقتل الجميع. هنا نأتي إلى يعني خلاصة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذه مسألة مهمة يعني نناقش فيها التيمية، يعني أهمية الجانب الفكري وأرجحية الجانب الفكري. طبعا كما تعلمون أن هذه الدورات المباركة في الخطابة هي جزء من استراتيجية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وجزء من استراتيجية تركيز الحوار العقائدي وترجيح الجانب الفكري على جانب العنف وإلغاء الآخر. هذه إن شاء الله تكون لديكم واضحة. القاعدة الشرعية ماذا تقول في أرجحية الجانب الفكري؟ الهداية خير من حمر النعم. هذه قاعدة شرعية التي عبر عنها الحديث الشريف. لاحظوا، هذا ليس من مصادر الشيعة، جئت برواية من مصادر أهل السنة، في فتح الباري لابن حجر العسقلاني، حديث 2847: حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا إلى آخر، يقول: قال أخبرني سهل رضي الله عنه يعني ابن سعد قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يوم خيبر لأعطين الراية غدا رجلا يفتح على يديه، أو يفتح الله على يديه، يحب الله ورسوله
ويحبه الله ورسوله. فبات الناس ليلتهم أيهم يعطى، فغدوا كلهم يرجوه. لما أصبح الصباح فقال: أين علي؟ فقيل: يشتكي من عينيه. فبسق في عينيه ودعا له فبرأ كأن لم يكن به وجع. طبعا شيء في شيء يذكر رسول الله يقولون يعني لا ينفع ولا يضر. هذه رواية من كتب المسلمين ليس من كتب الشيعة. فبسق في عينيه ودعا له، دعا النبي وبسق من رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد أبرأت أمير المؤمنين عليه السلام. فأعطاه فقال: أقاتلهم حتى يكونوا مثلنا. وين؟ في خيبر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فقال: انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم. في أي ساحة؟ في ساحة معركة. الآن أمير المؤمنين عليه السلام يتوجه إلى المعركة. قال له الرسول: انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم، ثم ادعهم إلى الإسلام. ماذا قال لهم الرسول؟ ماذا أوصى أميرهم؟ ثم حين أول ما تصل إليهم: يا علي، ادعهم إلى الإسلام. أول شيء ماذا؟ الدعوة، لا تباشرهم بالقتال، ادعهم إلى الإسلام. هذه دعوة، هذا أمر بالمعروف ونهي عن المنكر، هذا احترام للآخر، هذا حوار مع الآخر، هذا تدرج بالأمر المعروف والنهي عن المنكر. ادعهم إلى الإسلام واخبرهم بما يجب عليهم. حوار، لحد الآن حوار، كل حوار. فوالله لأن يهدي الله بك رجلا خير لك من أن يكون لك حمر. نعم، من هنا جاءت هذه، لاحظوا، رجل واحد. لذلك سماحة السيد الصرخي يقول: نحن نؤكد على هداية المغرر بهم، لأنه إذا يعني بقي هذا المغرر به شخص واحد مغرر به مع جانب التكفير، مع جانب الإرهاب، مع جانب التيمي، بقي واحد معهم، ماذا يفقدنا إذا قدم، إذا جاء بمفخخة أو بحزام ناسب؟ يفقدنا العشرات والمئات من الأرواح ومن الممتلكات. لذلك الرسول ماذا يقول؟ لأن يهدي الله بك رجلا، رجل واحد هو ينقذ عشرات الأرواح. ومنها، يعني من المبررات التي ترجح الجانب الفكري، ومنها المنهج القرآني أو المنهاج القرآني في المجادلة بالحسنى، إذ قال الله تعالى: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، إلى آخر الآية. ومنها امتثالا للإلزام الإلهي في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر باعتبار يعني الفروع. ومنها أن علاج أي مشكلة أو آفة يتطلب معرفة أصلها ومنبعها، كي يكون العلاج جذريا. حتى أنا أقول دائما يعني حينما يأتي التكفير ويقتل الشيعي، يعني نقول للتكفيري يعني هذا الشيعة من حقه أن يعترض هناك في المحشر، يعني يسأل: يا إلهي، لم قتلوني؟ أنا لا أعرف شيء، يعني ما هي الحجة في قتله؟ أريد أن أعرف. وكذلك يعني السني الإنسان المسكين البسيط، حينما يعني أي إنسان، ليس فقط السني، أي إنسان من غير المسلم حينما يقتل على أي شيء يقتل. هل بينا؟ هل تدرجنا معه في الأمر المعروف والنهي عن المنكر؟ ماذا يقول القرآن؟ لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. لماذا لا إكراه في الدين؟ لأنه بعد أن تبين الرشد من الغي، الله عز وجل والرسول بين للناس الرشد من الغي، فانتفى الإكراه والدعوة إلى الدين، لا يوجد أي إكراه، تقدم البيان. هذه أهم المحاور في هذا البحث الذي أوده منكم
أن في بحث المارقة والتيمية يعني من الممكن كيف أنه نكتب البحوث في بحث المارقة والتيمية، أنه مرة سماحة السيد الصرخي يطرح عناوين فنحن نعرف الأمور المهمة من هذه العناوين، ومرة لا، من كل المحاضرات هناك فكرة، هناك رأي لسماحته يعني يذكره على شكل أجزاء أو على شكل موارد في مجموعة من المحاضرات أو في كل البحث. مثلا يعني مغالطات التيمية، الآن أحد الأساتذة إن شاء الله سيلقي عليكم هذا البحث، مغالطات التيمية أو الفكر التيمي هل نجده في محاضرة واحدة؟ في كل المحاضرات، هذه استراتيجية عامة لسماحة السيد الصرخي. التمييز بين الفكر التيمي وفكر الصحابة، خط التيمية وخط الصحابة في كل الموارد في كل المحاضرات، في الذي إن شاء الله يساعدكم في كتابة الخطابة وخطاب المنبرية وخطبة الجمعة والبحث الأكاديمي في هذه الأفكار. هناك أفكار ضمن محاضرات، وهناك لا، أفكار تعم كل المحاضرات، يعني فكرة لكن مضامينها أين تكون؟ شاملة كل المحاضرة، فتستطيعون عندكم يعني مساحة واسعة من الاستدلالات. أنا الآن يعني لو أكتب عشرات الصفحات لا تنتهي هذه الموارد التي حتى يعني المحاضرة الأخيرة البارحة، وأيضا فيها موارد هي من الممكن أن نستفيد منها في هذا المحور. الآن يعني أستمع من عندكم إذا كان لديكم أي سؤال أو تعليق، أو قبل السؤال والتعليق حتى لا أنسى، يعني إن شاء الله الأسبوع القادم الأربعاء القادم أريد من كل واحد من عندكم يعني يجهز لي يعني عنوانا ينتزعه انتزاع من المحاضرات، عنوان عام يعني شامل لكل المحاضرات، يعني فكرة متجسدة في كل المحاضرات، يا ريت يعني ينتصبوا بصياغة علمية وأكاديمية، وإن شاء الله هذه البحوث ستبقى عندكم حتى تستفيدوا من طريقة الكتابة. فالآن أسمع إذا كان نعم تفضل. طبعاً العناوين اللي تضمنها البحث، العناوين تضمن إنه شلون إنه التيمية خارج الصحابة في مختلف المواضيع، مثلاً خارجهم في قضية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، خارجهم في قضية السبت، خارجهم في قضية التوسل وفي قضية زيارة القبور. فكان يعني من الاولى ان يكون خالف رسول الله صلى الله عليه واله، لان هذه الاعمال كلها قام بها رسول الله، ولكن لماذا اختيرت هذه العناوين؟ حتى للتمييز بان هؤلاء ليسوا من الصحابه، لان مدرسه الصحابه وخط الصحابه هذا كانوا يزورون القبور، كانوا يامرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كانوا ينهون عن السب، كانوا يتوسلون بالنبي صلى الله عليه واله. اما قضيه ابن تيميه جاءوا بخط مخالف لمدرسة الصحابة وخالف للصحابة. نعم أحسنت. نعم هذه الإشارة اللي فهمتها من خلال البحث. جزاكم الله خير. نحن نخاطب الآخرين على قدر عقولهم ونخاطبهم بما يعتقدون به من مشروعية. من أين مشروعيتهم؟ من هذا الكتاب ومن هذا المصدر، نحن نناقشون في هذا المصدر. هذه هي الفكرة الرئيسة. أحسنتم، جزاكم الله خير. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.